السلام عليكم الاخوان الاخوات كي دايرين لاباس عليكم بخير اش اخباركم كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده وكما كتشوفوا هنايا في الصوره غادي نوجد لي معكم اليوم بغرير ناجح سهل التحضير واهم حاجه كيجي كي متقب وكينجح معكم من اول مره مكونات جد سهلة بلا ما نطول عليكم غنوريكم المقادير عندي هنايا جوج كيسان ديال سميدة رقيقة وعندي كاس ونص ديال الدقيق ديال الحلويات أه مكونات جد سهلة كيف ما قلت لكم عندي هنايا أه خمارات جوج خمارات ديال الحلوى عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخمارة معلقه كبيره ديال الخميره فوريه وعندي معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السنيده غندوزو نحضر معكم البغري ديالنا ديال اليوم غادي ندير في كاس او الخلاط الكهربائي اربعه كؤوس كوكو... ديال الماء دافي ربعة كؤوس ونصف ديال الماء دافي وما اللي غنحتاجو في هذا الخليط ديالنا بالضبط كنزيدو السميدة كنزيدو الدقيق كنزيدو الخميرة كنزيدو من بعد سنيدة ومعلقة معلقة صغيرة ديال الملحة وكنبداو في عملية الخلط ديالنا آه هاد الشكل اهم حاجه في هذا البغرير باش ينجح معانا نخلطوا المقادير مزيان يعني ناخذ وقتنا في الخلط ديال المقادير في الخلاط على هذا ش... هذا الشكل هذا هذه هاد العمليه كتساعد على ان البغرير يجينا زوين وكنزيدوا المكون الاخير ديال الخمارات اهم حاجه انكم تزيدوا الخمارات حتى للاخير حيت هذا العمليه كتساعد على ان البغرير يجي زوين وناجح معانا صافي كنستمروا في الخلط على هذا الشكل ها انتم كتشوفوا كيخرج دوك الفقاعات يعني آه هذا دليل على ان البغرير راه ناجح معانا 100% كنديروه اي اي خمر المده ديال 30 دقيقه كديروه في اناء على هذا الشكل او اي اناء عندكم اللي ممكن تغطيه تتخليوه كما قلت لكم نص ساعه تقريبا من بعد ما خمر كيجي على هذا الشكل هذا كنبقاو نخلطو هكا حتى كيتحيد داك اللي هو منه اللي كيكون داخل بسبب عمليه التخمير وكنبداو نطيبو البغرير ديالنا في المقلاة اللي خاصه بالبغرير هانتوما كما كتشوفو كيخرج كي داك ال... كيتجي مثقب وزوين وناجح من اول وحده درتها في المقله جا ناجح جربوها البنات ما تندموش عليه بهالطريقة الطريقه اللي وريتكم أه كنت لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش انكم تشاركوا لا مع الناس اللي كتعرفوا والبغرير ديال اليوم راه نال الاعجاب ديالكم راه غادي غير جربوه راه غينجح معاكم هذا هو الشكل النهائي ديالو وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله شكرا على المتابعه